نمشي مباشرة لشيوات لالة مولاتي عند المستمعة الوفية جدا البرنامج حليمة بركات. صباح الخير حليمة. صباح النور. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. عاش من سماعة الصوت، تمنى تكون على خير دائما، وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. انا توحشتكم بزاف بزاف، وتحياتي ليك والطاقم والمستمعات كاملين. مرحبا بسلامك، بارك الله فيك. الله يخليك اختي، شكرا لك بزاف حليمه. مرحبا، اسبوع موفق يا ربي. امين للجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يخليك حبيبتي. تبارك. تفضلي حليمه، شنو اقتراحاتك اليوم للمستمعات ان شاء الله؟ كاين بزاف. اييه تبارك الله خير. الحاجه سهله. اييه فعلا. عندي واحد الكريب مالح. واخا واحد الكريب مالح كدير في سميتو ثلاثه البيضات. ثلاثه البيضات؟ اييه اييه. واحد ثلاثه الفرماجات. واحد الكاس ديال القشدة الطرية. واحد نص كاس ديال الحليب والبزار. شويه ديال المليحه هي اللي زوج صبعان. ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وهي شويه الزعتر، هي شويه شويه حتى باين اي النسمه. ومعلقه كبيره ديال السنيده، وجوج معالق كبار ديال الزبده تكون دايبه، والطحين ربعه. صافي كيطرب هادشي كلشي وكنخليو كيرتاح. الحشوه الاختيار للسيدات، البصله، الكفته ديال الفري او ولا ديال الدجاج ولا اللي بغات السيده، البورو الاختيار ليهم. فعلا البصله تحر هي البورو، يتقطعوا رقاق يتشحروا في الزيت ولا في الزبده. الكفته كذلك هي ديال البقري او ديال الدجاج اللي بغاو، وشويه المليحه وشويه ديال البزار. رجعوا للصلصه البيشاميل. كناخدو الزبدة جوج معالق كبار ديال الزبدة نديرو في كاسرولة، كنزيدو عليها الطحين وكنخلطوها بلي كندوبها، كنزيدو عليها الطحين ونخلطوها، كنزيدو عليها الحليب، السيتر ديال الحليب، هي خاصها تكون سائلة شوية. صافي كندوها فوق العافية حتى كتعقد، كنرجعو لداك الكرب كنطيبوه. بلي كنطيبوه كنحطو الحشوة في وسط داك الكريب، وكنديرو الفرماج ساندويتش أو الفرماج اختيار لي موجود، الفرماج ساندويتش أو الفرماج الآخر الأحمر. أييه اختيار السيدات، كتلفها كيما بغات، إما مربع إما تلفها على شكل سيجار، كتحط في المول وكتصبي صلصة البيشاميل. أو ترشي الفرماج صافي كتدخلها الفران. واخا هذا يعطيك الصحة فعلا، تجي لذيذة لذيذة وكيجي رائعة وكيجي زوين، وكنتمنى السيدات يجربوه أكيد إن شاء الله. واحد الكريب هذا ديالك الأخت سناء، هذا دايما كنديرو ما كنتمناش عليه. واخا جوج هما داك اللي داك سميتو، المهم دابا ما مجدمش، المهم درت واحد البارح راني قلتها للأخت سميتها ليلى. أييه راه زاد رائع، راه تبارك الله بصحة وراحة. نعطيهم لك بجوج. واخا إن شاء الله. أييه هذا واحد الدجاج محمر، الدجاج السيدات دابا كيبقاو الدجاج على شي مجانيس هكا، على شي مجانيس هكا الدجاج كيما كيتنسم كيما كيتشرمل كيما كيجي رائع. واخا فهم هذه الطريقه، هذه واحد السيده حتى هي دارته وجربته انا، جا رائع. واحد السيده كنوجه لها التحيه ديالي، راه في الصطات التحيه ديالي كبيره، وكنتبادلوا كيف قلت لها الاخت وحده كتكمل الاخرى. المهم جا رائع، انا جربته جاني زوين، كنتمنى السيده تجربه. كتاخذي بصله في الخلاط، هذه ديريها في الخلاط نص البصله كتقطع شوائي. اييه كتزيد على الفلفله الحاره، الاختيار السيدات الفلفله الحاره اللي بغا عيد يديرها من بعد، هي كتعطي المذاق. واحد ربع حامضه كتقطع حتى هي. اييه والثومه والمعدنوس، وكيتخلطو حتى كيطرب. اييه شويه عيش شويه ديال الماء، كثر شي شويه ديال الماء، زيد باش فاش تحن ديك البصله وديك الفلفله وديك الحامضه. من بعد كنحيدو كنضيفو ليهم المليحه، شويه البزار، شويه القرفه، وسكينجبير، والزعفران الحر، وشويه ديال الزعفر غير شويه، وكيتخلط هادشي كله. في الاول كندهنو الدجاجه، بعدا الدجاج قطاع اولا كيف ما بغا يكون كيتدهن بالثومه، بعدا اولا تكون حكوكه كله كيتدهن بها غير شويه، ما كتروش غير شويه، غير النسمه ديالها كيخليو حتى شي شويه غير شي وقيت هكا نيه بين ما يتشرب شويه، ومن بعد عاد كيدهن بداك بديك الصلصه اللي حضرنا. اييه بغات بحال بدا كيتشربها مزيان ديك العطريه، والسيدات ملي كيبغاو ينصبوا راه كيديروا الزيت ويديروا البصله، راه عارفين تبارك الله ما شاء الله. أيه. انا بعد ما كنسد هكا كفتي كنسد عليه هكا في الكوكوط كيطيب بحال طيبتي في الفراد. اييه كيكون على نار مهيله، هو اختي باش يطيب على خاطر. اييه واللي بغات تدخلوا الفرن تدخلوا الفرن.
الحكه دوك القطع ديال الزبده فوق الدجاج وندخلو الفران. اييه نعطيك الصحه. اييه كيتي رائع كيتي زويب وانت يجي خفيف بزاف. اييه مزيان. اييه واحد الدجاج عطاني مقرمش حتى واحد واخا سهل المضافات وسهل سميتو ما المهم كيجي زوين. كتاخذي الدجاج عاوتاني الدجاج القطع ديال الدجاج على حسب الاشخاص على حسب المهم الدجاجه كبيره كديري يوغورت طبيعي. اييه كيتشوب ومعلقه ديال الخردل وشويه المليحه شويه البزار كي هذا كيترقى فيه الدجاج من بعد كيتهزك الدجاج كيتمرق في لاشابليو الخبز المحمص. اييه اييه وكي يتغمس في الصلصه هذيك الصلصه النيت اللي كان فيها اما كيتقلى اما كيدخل الفران. اييه على حسب على حسب داكشي السيدات اللي بغاتو كيجي مقرمش واخا كيجي مقرمش كيجي رائع. هذه واحد الكيكه درتها ميت ورائعه زوينه. اييه تفضلي الحليب. هي فيها في الخلاط كديري كاس ديال الحليب واخا كاس ديال سنيده كاس لارو ديال الزيت كاس المهم ديال العنبه ما عامرش جوج ديال الفرن كراميل وكطربي هادشي كلشي في الخلاط كتنقصي منو كاس. اييه من بعد في اناء كديري الخليط كتقبل لك القصه كتنقصي كدير داك الخليط اللي بقى في الخلاط كتضيفي ليه جوج بيضات وفاني وجوج خمارات. اييه وجوج كيسان ديال الطحين المهم على حسب الطحين كيتحل كيشرب كالماك كنديري كاسون سميتو جوج كيسان المهم على حسب الخليط كطربي كلشي هادشي كيتصب في المول يكون مدهون ومرشوش الا كان الموت عنده شي اطار اما مستطيل اما دائري المهم اختيار السيدات صافي كتدخل الفران ومباشره كتسقط داك الخليط وكتزين باللوز مهرماج اولا دوك الشكلاط سيريا فيرميسيل ولا الاختيار السيدات اللي عندها فعلا تزين اختياري كل وحده وعلى حسب كتزين رائعه كتزين زوينه هذه رائعه. تبارك الله عليك الحليمه الله يعطيك الصحه على هذه الاقتراحات. بارك الله فيك. كاين عاود انايا كثيره بالدجاج بزاف انا ما كنستعملش اللحم بزاف. اييه واخا مزيان. اييه انا نوعوش واخا هذا صدر ديال الدجاج السيدات كيبقى حلو واخا كيديروه الشواء اولا كيديروه في الفران اولا يشدوا الطرف ديال الصدر ديال النص ديال الدجاجه كيكون الصدر ديالها داك الصدر كيتغسل مزيان طحين وباش كنجبد داك الشيء ممكن يكون جاهز وناشف كيدير واحد الجب فيه كيتفتح. اييه بعدا ملي كيتفتح كناخذوا الزبده تكون رطبه شويه ديال المليحه شويه البزار شويه ديال الثومه تكون غير ممعوقه ما تكونش إيه؟ وشويه ديال المعدنوس صافي كنتخل يتخلط بعض المرات كنضيف الرز بعض المرات ما كنديروش كنديرو غير هكاك كندير مع الفرماج الفرماج المربع ولا الفرماج الحمار إيه اللي متوفر موجود. حتى اللي ما عندكش كاع سميتو الرز ما بغيتيش ديري الرز ما ديريش كتلفيه في البلاستيك الغذائي كتلفيه مزيان بحال شكل سيجار وكتدي في الالومنيوم وكتخليه الفريكو حتى كيشد راسو كيف ياخذ داك الحجم ديالو داك الاطار ديالو سيجار. اييه من بعد كتخرجي كتحيدي كتزولي داك البلاستيك وداك الالومنيوم وكتمرغي في الطحين طحين رطب وكتغطسي في البيض وكتعطيني في لاشابلور وكيتقلى صافي كيتقطع كتشوفي داك الديكور ديالو من الداخل عامر ما كيعرف شي واحد شنو فيه فعلا. اييه كيجي رائع هادو يبغي وليدات يعني غديوه ساهله وخفيفه ممكن نرافقوها مع اي حاجه اخرى شليده ولا سلاضه. أيه. ديال الفلفله مع الخيار مع الفجال مع المطيشه. اييه ولا بيوغي ديال البطاطا للوليدات. اييه كلشي كيليق البطاطا تمشي معاهم. أيه. نزيدوك باقي واخا ضيفي لنا اقتراح. اييه شنو واحد الكمبيوتر ديال البرتقال. اييه واخا قبل ما يمشي لنا الليمون. اييه نزيد صحني ضغطي الليمون هذاك الممتاز ذاك النفيل كتاخذي كيلو عين اللب ديالو عين تحيدي القشره تحيدي القشره البيضاء القشره الاخرى ديالو وتعبريه كيلو ذاك البرتقال كديري على حسب السكر السيدات انا كندير نص كيلو ديال سنيده ايه كاس ديال العصر ديال البرتقال كتاخذي ربعة البرتقالات القشور ديالهم غير قشور كيكونوا شرائح رقيقين كتسلقيهم وكتبدلي لهم الماء ديالهم مره واخا
كتاخذي داك اللب ديال البرتقال كديري في الطنجره ولا في كاسرونه غارقه. المهم اللي غادي فاش يطيب كتزيدي عليه داك سنيده وداك العصير ديال البرتقال داك الكاس وكتخليه مده ديال نص ساعه فوق العافيه حتى كيتعقد. اييه صافي كيدار في قنينات معقمين وهو سخون صافي كتهدي ديك القريعات. اييه صافي كترجعي في الماء الغاليين حتى كيبرد داك الماء كترديه داك سميتو وهما مقلوبين على الخطا ديالهم. القرعات مقلوبين على الخطا ديالهم. على الخطا ديالهم باش كيبقى حتى كيبرد داك الماء كتسوليهم اولا كتخليهم يباتوا كاع حتى الغد ليه وتدخليه الثلاجه. واخا كيجي رائع زوين. الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك حبيبتي. تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف لالة حليمة. بارك الله فيك. باقي عندي تبارك الله الخير مرة أخرى. الحمد لله بارك الله فيك. فرحت بزاف حين شاركت معكم اليوم. والله إلا حتى حنايا. الله حبيبتي بلغي سلام الأخت ديالك اختي صيفا تاخو الحلويات لالة السعدية بلغي لها سلام بزاف. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف حليمة مشكورة جدا. بارك الله فيك حبيبتي ديالي الله يخطيكم. مرحبا. اذا نتمنى تكون وصلتكم هذه الاقتراحات ديال المستمعه حليمه بركات. اقتراحات اليوم سهلين وبساط وملوعين في نفس الوقت.